اليوم موجة تاع مقاطعة كبيرة راهي كونتر الجروب تاع ام بي سي في العالم العربي، والسبب يا خاوتي بكل صراحة ما رانيش عارف كيفاش نسميه، فضيحة، عار، خيانة، والله ماني عارف كيفاش نسميه. المهم غادي نحكي لكم السبب وعلاش الناس راهي تقاطع فيها، وانتم في الاخير قولوا لي اسكو هادي عار ولا خيانة، المهم انتم سموها كيما بغيتوا. ام بي سي نشروا تقرير دوكيمونتير صغير، وفي هذاك التقرير باش نلخص لكم الموضوع نعطيكم غير اللب تاع الموضوع، وصفوا القادة المقاومين والشهداء وقادة الشهداء بل يعني تخيلوا معايا الناس راهي تمد في حياتها وتضحي بنفسها على جال الارض تاعها، يجو ام بي سي ينشروا تقرير ولا ينشروا دوكيمونتير يسموك انت يا بل الار، راكم فاهمين؟ ومن هذا القادة هو يحيى السنوار اللي استشهد مؤخرا. فتخيلوا معايا هذا الوصف ولا هذه الحاجة مكاش اللي كان يقرأ فيه في العالم العربي. وصاحب هذا التقرير ولا الصحافي سموه محمد المشري، وهو اللي كان يقدم في هذا التقرير. محمد المشري هذا اليوم سيبريما الكونت تاعه تاع تويتر، باسكو على باله باللي غادي يستقبل واحد الميساج اللي في حياته ما كانش بيتوقع غادي يوصله، واحد المعايرة واحد الامور ما كانش غادي يتوقعها توصله. لا غالب راه سيبريما الكونت تاعه باش حتى واحد ما يتصل به. وفي العراق بعد هاد الضجة داروا مظاهرات قدام المقر تاع ام بي سي وظلموا عليه ما خلاو فيه والو، وفي الاخير حرقوه العراقيين.